بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. طبعا من يوم البنك المركزي رفع اسعار الفايده وكلنا معانا فلوس مش عارفين هنعمل بيها ايه، مش عارفين الفلوس دي المفروض نعمل بيها ايه في الايام اللي جايه، بس بشرط نحافظ عليها من التاكل والتضخم اللي بيرتفع بشكل كبير جدا. قسم كبير جدا مننا بيقول لا انا مش بحب اتعامل غير مع البنك، وجزء كبير جدا مننا بيقول لا الذهب هو افضل استثمار دلوقتي، وفي ناس مننا شايله فلوسها بالدولار ومش عارفه في الايام اللي جايه هيتم التعويم ولا الدولار هينخفض زي ما قالوا لنا ويوصل 24 و25 والكلام ده كله وعملة البريكس وهيستغنوا عن الدولار وكل الكلام ده. كتير جدا مننا شايفين انه المفروض انه انا اشيل فلوسي في عقار، لانه العقار في الفترة دي شوية ركود في العقار، فانا ممكن استغل الفترة دي لانه المعروض بقى قليل، فممكن العقار يحقق لي اعلى نسبة مكسب. هتكلم مع حضراتكم دلوقتي في كل الكلام ده وهقول لحضرتك ايه افضل حاجة في الاربعة، هل احط فلوسي في دولار، احط فلوسي في ذهب، ولا استثمر فلوسي في شهادة في البنك، ولا اي شيء موجود في البنك من الاوعية الذخيرية المختلفة، ولا اروح بسرعة اشتري عقار. هقول لحضراتكم دلوقتي انه افضل استثمار في الاربعة، بس يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. تعالوا نشوف اعلى نسبة مننا او اكتر ناس مننا اول ما بيبقى معاه فلوس بيقول اعمل فيهم ايه، انا اشيلهم في البنك، بيشوف ان البنك امن مكان ممكن يحط فيه فلوسه. وانا مع حضرتك البنك امن مكان ممكن حضرتك تحط فيه فلوسك، ولكن لو كانت في صورة فلوس، ولكن المفروض انه انا احط فلوسي في البنك زي القاعدة العامة، وطول عمرنا بنعمل كده، كلنا بنحط فلوسنا في البنك بنكسب، لكن ما ينفعش احط فلوسي في البنك واخسر. حاليا نسبة التضخم اعلى من نسبة الفايدة، يعني حضرتك بتخسر بقيمة الفرق بين التضخم والفايدة. يعني ايه؟ يعني انا الجهاز العام للتعبئة والاحصاء اعلن لي انه نسبة التضخم 40% او 40.25، اعلى عائد شهاده موجوده في القطاع المصرفي اللي ناس عملتها، لكن اللي مش موجوده دلوقتي، يعني ال 25% دي اعلى نسبه تماما موجوده في القطاع المصرفي، لكن الحاليه واللي تقدر تشتريها دلوقتي هي ال 19%. ال 25% اعلى نسبه لكن ما بقتش موجوده. طيب نقول حتى اعلى نسبه ال 25% وال 40% التضخم، يبقى حضرتك كده بتخسر بقيمه 25% عائد سلبي، يعني الشهاده بعائد سلبي. بيكون في الوقت ده افضل من الشهادات مليون مره انه حضرتك تحط فلوسك في صناديق استثمار او اذون خزانه، ولكن في كتير مننا جدا محتاجين العائد. هو عشان حضرتك محتاج العائد مضطر تروح للبنك وتحط فلوسك في صورة شهادة، لكن حاليا الشهادة ما بقتش الافضل على الاطلاق. طيب ايه اللي ممكن احقق منه نفس نسبة الشهادة وبرضو الاقي منها دخل او عائد وما يكونش سلبي ويكون ايجابي؟ هقول لحضرتك الشيء الوحيد اللي ممكن يحقق لك المعادلة دي هو العقار. ازاي العقار؟ هقول لحضرتك انه انا سي مثلا معايا 200 300 الف جنيه، العقار بيتميز بشيء انه انا اقدر اشتري من اول فلوس قليله لحد ملايين. ازاي؟ لو انا معايا مبلغ صغير ممكن اشتري محل مثلا، ممكن اشتري عياده، يعني شقه صغيره واجرها عياده، ممكن اشتري شقه كبيره ممكن واجرها برضو في الصيف او حتى في المواسم او حتى في طول السنه، لو كانت مثلا زي مثلا جنب مدينه جامعيه او اي شيء، او انه تكون في مدينه ساحليه، او انه حتى تكون في مدينه سكنيه هتتاجر طول السنه، او زي مثلا حضرتك معاك فلوس واشتريت بيها فيلا، معاك مبلغ كبير اشتريت بيه فيلا بدأت تتأجره، صدقني العائد السلبي اللي هيجي لحضرتك من المكان، يعني ايه عائد سلبي؟ يعني عائد وانا ما بعملش حاجة، بيجي لي عائد سلبي زيه زي الشهادة بالظبط وانا ما بعملش حاجة. مش معنى كلمة سلبي انه عائد بينقص، لا هو عائد بالموجب وكل حاجة، ولكن بنسميه عائد سلبي. عائد سلبي يعني مش بيجي من شغل مثلا انا اشتغلته، بقدر أأجر المكان ويكون عشان تعرف تقدر تعرف انت بتكسب ولا بتخسر، بيكون حضرتك بتجيب 7% من قيمة المبلغ، يعني الإيجار بتاع حضرتك يكون بقيمة 7%. طيب أنا جالي 1000 جالي 2 جالي 3 كل شهر، خلاص كده ممكن أكيف أموري عليهم وبعد كده أقدر يبقى عندي دخل ثابت من العقار ده. كمان بقى فيه هنا حاجة، أنا كان معايا 200 300 ألف جنيه حطيتهم في البنك، ومعايا 200 300 الف جنيه حطيتهم في شقه او محل او اي شيء تاني. ال 200 او 300 الف جنيه اللي موجودين في البنك، التضخم اللي بيجي عليهم ال 40% والتعويم، التعويم يعني انه حضرتك فلوسك بتخسر بقيمه مبلغ التعويم. طيب
الفترة القادمة هيكون التعويم بنسبة كام؟ كفاية انه اقول لحضرتك انه في ظرف سنة ونص الجنيه خسر من قيمته تقريبا 45 او 50%. يعني انه حضرتك لو ده حصل لا قدر الله تاني او كان في تعويمات تانية، وكلنا عارفين انه في تعويم قادم الايام المقبلة. طيب انا كان معايا 300,000 جنيه، تعرفوا تبقى انا خسرت فيهم كام في ظرف 3 سنوات لو هم موجودين في شهادة 3 سنوات؟ وطبعا احنا شايفين ان البنوك كلها واخده منهج واحد مع العملاء اللي هو شهادات طويله الاجل. طيب في ظرف 3 سنوات هيكون ال 300,000 جنيه بقوا يساووا 150,000 جنيه. هتقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك انه الجهاز العام للتعبئه والاحصاء قال لنا انه بس الاغذيه والمشروبات زادت بنسبه 68% تقريبا. يعني انه حضرتك لو بتشتري اغذيه ومشروبات في الشهر ب 3000 جنيه سي مثلا، الشهر القادم هتجيبهم ب 4500 جنيه. حضرتك كده محتاج 4500 جنيه، يعني استحالة الشهادة هتحقق لحضرتك العائد حتى اللي حضرتك محتاجه عشان تكمل بيه التزاماتك. لكن متوسط نسبة الإيجار بتزيد بالفعل، وأقدر أزودها ما بين كل مستأجر والتاني، يبقى العقار هنا لا هيديني فايدة تانية خالص. بقارن لحضرتك ما بين الشهادة والعقار عشان دول قريبين من بعض، أما الدولار والذهب دول قصة تانية خالص. طيب أنا لا هعمل ده ولا هعمل ده، أنا أصلا مش محتاج عائد، انا عايز في حاجه تحفظ قيمه اموالي ومش محتاج من وراها عائد، يبقى الدولار والذهب. تعالوا نشوف الدولار ونشوف الذهب. الدولار والذهب المستقبل لمين فيهم؟ لا طبعا المستقبل للذهب. كفايه ان اقول لحضرتك على مدار العشرين سنه الماضيه الذهب زاد في مقابل الدولار بقيمه 700%، 700%. الحاجه الثانيه انه حضرتك لو بتضارب في الدولار ولا مخزن ذهب؟ طيب انا اقدر لو كان معايا فلوس وشايلها بالدولار انا كده ملاحق امنيا. ايوه ملاحق امنيا، احنا خلاص حكومتنا بتمنع انه حضرتك تتاجر في الدولار، لان الدولار هي الازمه الوحيده اللي شغاله في مصر دلوقتي، وانه بالفعل هو تجار السوق السوداء هم اللي صنعوا الازمه الحاليه، وهم اللي عملوا كده في البلد كلها، وهم سبب عذابنا كلنا. يبقى حضرتك لو هتشيل فلوسك بالدولار حضرتك كده ملاحق امنيا. طيب لو هشتري طن ذهب وهشيله عندي في البيت، لا مفيش مشكله خالص، الذهب مفيش منه اي مشاكل. تتاجر يعني تضارب تستثمر اي شيء او اي تعاملات في الذهب ما فيهاش اي منها اي مشكله خالص بالنسبه للحكومه. طيب الحاجه اللي بعد كده، هل الدولار متوقع انه ينخفض ولا الذهب اللي متوقع انه يرتفع؟ هقول لحضرتك ان الدولار بمواجهه كل الدول، وكل الدول اللي بدات دلوقتي تبقى عايزه تخرج من هيمنه الدولار وتخرج من عباءه الدولار، وعايزه ان الدولار ما يكونش له هيمنه عليها، وامريكا ما يبقاش عندها هيمنه على العالم كله بالشكل ده، اقول لحضرتك ان الدولار مهدد. طيب الذهب، الذهب هو الغطاء الوحيد لكل العملات الورقيه، وهو العمله الربانيه الوحيده اللي تقدر تحفظ قيمه اموالك، وهو الشيء الوحيد اللي مرشح لانه يزيد بشكل مش طبيعي في الايام اللي جايه. يبقى الذهب ولا الدولار؟ لا طبعا الذهب. يبقى لو انا معايا فلوس محتاج من وراها عائد يبقى بصراحه العقار. طيب اما اجي اشتري العقار في 1000 مواصف، 1000 حاجه من المواصفات و1000 حاجه من الاخطاء اللي ممكن حضرتك تخطئ فيها وانت بتشتري العقار وما يجيبلكش اصلا اي عائد. اول حاجه هتشتري العقار في مكان يكون مأهول بالسكان، يعني مكان يكون زحمه جدا. تاني حاجه لو حضرتك هتشتري محل، ايوه يكون في مكان يعني الناس بتتحرك فيه كتير جدا عشان خاطر يبقى مطلوب للايجار. طيب لو انا بشتري شقه في برج مثلا، يكون البرج لازم يكون فيه اسانسير، بلاش الدور الاخير خالص، ابعد حضرتك خالص عن الدور الاخير. الدور الاخير بيبقى حلو وجميل وكل حاجه، ولكن دايما بنسمع كلمه بس. كلمه بس دي يعني بتكلف حضرتك فلوس وانت بتيجي تبيع وانت جاي تاجر. ده كده الشيء التاني. لو حضرتك هتديها لسمسار يكون حد مضمون جدا جدا، لانه ممكن اللي ياخده من حضرتك يبقى اكتر كتير من اللي حضرتك هتاخده، فيكره حضرتك اصلا فكره الايجار وتشوف ان الفكره مش لطيفه. ده كده بالنسبه للعقار. بالنسبه للشهادات خلاص احنا اتفقنا انه في ناس معينين ما مش هتقدر تقنعهم، هم خلاص بيحبوا يتعاملوا مع البنك وبيتحبوا، ده واصلين لدرجه ان هم بيحبوا يتعاملوا فقط مع الشهاده. يعني لما تيجي تقول له اذون خزانه هتجيب لك اكتر، تيجي تقول له صندوق استثمار لا هيكسبك اكتر، لا هو ما عندوش قناعه غير في الشهادات. خلاص ده مفيش مشكله خالص، احنا كلنا منتظرين شهاده جديده وهنشوف ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه. ولكن حبيت افكر مع حضراتكم لانه كلنا اللي معاه فلوس دلوقتي مننا اللهم بارك، في ناس معاها مبالغ كبيره جدا ولكن دلوقتي هو مش عارف يعمل ايه بالظبط.
الناس بتقول له الذهب هيرتفع بشكل رهيب، وده احنا شفناه فعلا بالفعل بعد كده. وعايز اقول لحضرتك انه الذهب برغم فترة الانخفاضات اللي احنا شايفينها دلوقتي، الذهب بالذات يمرض ولا يموت، هيرجع يجيب نفس النقطة ويمكن اكتر كتير جدا. وممكن حضراتكم تتابعوا حلقات الذهب وتعرفوا ده. الناس بالنسبة لموضوع الدولار شايفين الدولار بيرتفع والدولار بينخفض والكلام ده كله، ولكن الدولار مرتبط بعوامل تانية كتيرة جدا عالميا ومحليا، لكن الذهب القصة عنده مختلفة تماما. اتمنى انه اكون قدرت يعني اغطي لحضراتكم في الحلقه دي كل الجوانب اللي حضرتك ممكن تكون حابب انه تسمعها عشان توصل باعلى تارجت من الاستثمار من فلوسك، وعشان خاطر حضرتك ما تخسرش حاجه من فلوسك. كمان بالنسبه للذهب هسيب لحضراتكم في نهايه الفيديو في علامه الايفو 2 فيديو، حضرتك تقدر برضو تعرف من خلالهم ايه نوع الذهب اللي انا اقدر اشتريه وايه نوع الذهب اللي انا اقدر استثمر وادخر فيه. انا مش بشتري شبكه يا جماعه، انا بشتري ذهب للادخار والاستثمار، وبما انه الذهب افضل شيء على الاطلاق في الاعوام القادمه وكمان في السنين اللي فاتت، يبقى اقول لحضراتكم انه اللي يكسب في الحلقه دي بصراحه او الحصان الكسبان في الموضوع كله هو الذهب. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم، استفدتوا منه ولو بمعلومه واحده، وبنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومه واحده ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوف حضراتكم في فيديو جديد وخبر جديد، في امان الله.